لا يستعمل في المساجد من الأفعال والأقوال إلا ما بنيت المساجد لأجله. المساجد بنيت للصلاة، للقرآن، للذكر، للشكر، للحمد، للعلم والتعلم والتفقه. أما الحديث في الدنيا والاسترواح المزح واللهو أو المصيبة العظمى التي جاءت الآن في هذا الزمان، أجهزة الجوال الذكية وفيها مصائب الدنيا، وتجد بعض الناس في المساجد وبعضهم يكون معتكفا، أي اعتكاف هذا؟ بعضهم يكون معتكفا وهو في الحقيقة عاكف على جواله، ما هو ليس عاكفا على عبادة ربه وذكر ربه، وإنما عاكف على جواله. حتى حركة اليد، وذكرت هذا كم مرة، حركة اليد التي تكون بعد الصلاة بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الصفة، تحولت عند بعضهم تحريك الإبهام بهذه الطريقة، تحريك الإبهام بهذه الطريقة، إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل بحسب البرامج التي يريد أن ينظر إليها في الهاتف الذكي الذي معه. حتى إن بعضهم مجرد أن يسلم التسليمة الثانية يدخل يده في جيبه ويخرج الجهاز، مما يدل على أن حتى في صلاته المفروضة كان مشغول بما في الجهاز، وكأن الصلاة أعاقته وما أن خلص منها إلا ورجع إلى الجهاز مباشرة ليستمر في الملاهي التي هو منشغل بها. وبعضهم يكون معتكف، أي اعتكاف هذا؟ أي اعتكاف هذا؟ وهو ساهٍ لاهٍ غافل، هذه مصيبة عظيمة جدا. ولهذا الهاتف ينبغي على المعتكف ألا يستعمله مطلقا إلا إذا كان هناك ضرورات له ومصالح مهمة. أما أن يكون بهذه الطريقة، هذا حقيقة أمر يخل جدا بالاعتكاف، وينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا اللهو، تصان المساجد عن مثل هذا اللهو. وهذه الجوالات وما فيها من تصوير وأشياء من هذا القبيل، والله جرت مصائب على الناس، والله جرت مصائب على الناس، يعني أمور مؤلمة جدا. أحد الأشخاص يحدثني قبل فترة يقول اثنان في المسجد يمشيان أحدهما إلى جنب الآخر، فأحدهما جلس جلسة التشهد مباشرة وحرك إصبعه وصوره زميله، ثم قام ومشى صورة وهو جالس كأنه يصلي، ويراه الناس زملاء فيما بعد أنه يصلي مثلا في المسجد النبوي، هو ما صلى أصلا، جلس فقط من أجل أن تلتقط له الصورة. مثله ترونه في الحج يقف مثلا عند الجمرات ويطلب من صاحبه يصور ثم يرفع يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه حتى يرى أنه يدعو عند الجمرات أو يدعو عند الكعبة، وهو ما دعا أصلا، تلك اليدان ما رفعت لله ولا رفعت لدعاء الله، وإنما رفعت للمرآة. هذه مصيبة جدا. بعضهم يمر على حلقة العلم ويقف ويصور صاحبه ويأخذ صورة لنفسه في الحلقة، أي فائدة لك في الصورة هذه؟ لا صورتك ولا صورة الشيخ أيضا، أي فائدة تأخذ صورة؟ هذا كله من الحرمان والضياع، ومن الأمور المؤلمة المحزنة المؤسفة الموسيقى التي أصبحت الآن بكثرة تسمع في المساجد. ومن كان يصدق قبل 20 سنة أن المساجد يوميا تسمع فيها الموسيقى وقت الصلوات، ما يخلو ركوع أو سجود أو هيئة من هيئات الصلاة إلا وتسمع فيها موسيقى، مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي على المرء من مجرد ما يدخل مع باب المسجد أن يعرف حرمة بيت الله، وأن يعرف حقوق المصلين، ويعرف حرمة المكان الذي دخله. ولهذا عند باب المسجد ينبغي أن تحول الأجهزة إلى الصامت أو الإغلاق، وإن ترك خارج المسجد أولى، ويدخل ليصلي ليذكر الله لا ليشغل نفسه ويشغل المصلين بهذه الأصوات وهذه الملهيات. قبل أيام يصلون الناس التراويح، وبعض الشباب في لعبة من لعب الجوال أشغلوا من حولهم في الصلاة،
حدثني بعضهم يقول تأدينا ما استطاع أن نصل في الجوال معهم سباق سيارات في داخل المسجد، والناس من حولهم أزعجوهم وآذوهم، وبعضهم يعني الصغار ما يستجيب، يعني تقول يا ابني أطفئه ولا ما يستجيب، عنده شيء من المعاندة وعدم احترام مثلا لي. فهذه كلها مصائب يعني دخلت علينا في المساجد وابتلي بها الناس في المساجد وأخلت بالعبادة وأثرت على الناس. لا يجوز أن في المسجد أن ترفع صوتك على صوت أخيك بالقرآن حتى ما تخلط عليه قراءة، فكيف بهذه البلاوي الآن والمصائب التي جلبت للمساجد وجرت هذا البلاء والشر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين.